بالنسبة للأغراض المرفوعة من مسرح الجريمة وبعد دراستها تبين أن الكيس البلاستيكي والقارورة البلاستيكية يتم معالجتها بطريقة الفيزيوكيميائية، وهذا من أجل إظهار البصمات حتى الوصول إلى الجاني أو الجنات. توجه مختلف أثر البصمات إلى دائرة نظام التعرف الآلي على البصمات أفيس. بعد إظهار الأثر البصماتي على القطعة الكرتونية تم إدخاله على مستوى نظام أفيس للتعرف على الجاني. قسم آخر وهو قسم الرسم الوصفي، والذي يكون بحضور الشاهد أين يتم رفع الأوصاف الجسدية للمشتبه به لإنجاز رسم وصفي له. بناء على إدلاءات الشهود الخاصة بالمشتبه فيه، الآن ننطلق إلى إنجاز الصورة التركيبية التقريبية للمشتبه فيه، وهذا قصد الوصول إلى الجاني. هاتف النقال من بين الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة أخذ مباشرة إلى دائرة استغلال الأدلة الرقمية. اتصل في استغلال الأدلة الرقمية تسخيرا من طرف الضبطية القضائية من أجل استغلال هاتف نقال عثر عليه بمسرح جريمة قتل، هذا من أجل استرجاع كل ما يفيد التحقيق من صور وفيديوهات وكذا تسجيلات صوتية، بالإضافة إلى كل من قائمة الاتصالات والرسائل النصية الصادرة منها والواردة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. للقيام بالمهام المنوطة بالدائرة تدعمت هذه الأخيرة بتعداد بشري مختص يشرف على إنجاز الخبرات وتلبية طلبات المساعدة التقنية، وذلك باستعمال وسائل وأنظمة حديثة خاصة بالتحليل الجنائي الرقمي وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. دائرة التحليل الجنائي للصوت بغية استغلال وتحليل هذه التسجيلات والتعرف على هوية المجرمين بطريقة علمية. تضم الدائرة مجموعة إطارات مختصين مكونين في المجال على غرار التقنيين والمهندسين والأخصائيين. تقوم دائرة التحليل الجنائي للصوت بمهمة رئيسية، وهي تحديد هوية المتكلم، وذلك باستعمال التجهيزات التقنية. في قضية الحال هناك جريمة قتل، هذا في الجريمة القتل هذه كان هناك تسجيلات صوتية متواجدة على مستوى الهاتف النقال تاع الضحية. من خلال استغلالنا للمكالمات الهاتفية تبين أن هناك شخص قام بتهديد الضحية، وهذا لأجل استرجاع الأموال التي بينهم من حيث كانت هناك تجارة أو كانت هناك مقايضة بين وبيع دراجة نارية التي كانت هناك محادثة بين الضحية وشخص ومشتبه فيه. هذا المشتبه فيه كان يقوم بتهديد الضحية من أجل استرجاع الأموال أموالها.